32 سنة من الخبرة بمجال الإدارة بكندا ولبنان، انتقلت إلى لبنان عام 1997 لإطلاق إدارة الخدمات الاستشارية لإرنست أند يونغ لبنان. أشرفت على إعداد تنظيم وهيكلة عدد من المؤسسات بكندا من بين البنك المركزي الكندي. تدرس حاليا وبتدرس حاليا ببرنامج اكزيكوتيف ام بي اي بالجامعه الامريكيه ببيروت، مديره العمليات التنفيذيه ببنك الموارد. السيده نهلا خداج بودياب. الف مبروك لمديره العمليات التنفيذيه ببنك الموارد السيدة نهلا خداج بودياب على التكريم اللي بيمنحه اتحاد المصارف العربية الاتحاد الدولي للمصرفين العرب ومنظمي هاللقاء وهالحدث. ألف مبروك. مساء الخير. بحب أشكر الاتحاد على اللفتة الكريمة اللي بتعطي دعم معنوي هائل، وبحب هني كل السيدات اللي موجودين هون الليلة واللي تكرموا، بفتخر انه انا مصنفه حدهم، وبحب اهدي هذا الاورد لزوجي لانه هو سبب رئيسي بكل نجاحاتي. Thank you.